السلام عليكم، محمد من قناة إيفوي، وهذا ملخص أخبار الأسبوع يوم الخميس بتاريخ 4/3/2021. وخلنا نبدأ هذا الأسبوع مع واحدة من الأخبار اللي المفترض أن كنا نتوقعها من أول، بس ما توقعت أن سوني بتوصل إلى هذه المرحلة. بس للي متابع وضع شركة سوني يعرف بأن الشركة بدأت تدريجيا بالتوجه إلى السوق الأمريكي بشكل أكبر، وهذا ما يعتبر غلط، لأن السوق الأمريكي في النهاية يعتبر مدخل بالنسبة لسوني أو أي شركة ثانية للسوق العالمي. لكن الإشكالية كلها كانت في أن سوني بدأت بتحجيم السوق الياباني مع هذا التوجه. الكلام هذا كنا نشوفه من اول على ارض الواقع في كيف ان سوني تمول استوديوهاتها الغربية بميزانيات مليونية ضخمة جدا، مقارنة باستوديو سوني اليابان اللي تم تحجيمه الى مجرد فرع يعمل بشكل رئيسي على مساعدة استوديوهات يابانية وغير يابانية في العمل على العاب بتنزل على اجهزة بلاي ستيشن، وشفنا هذا الشيء في مشاركتهم بالعاب مثل بلاد بورن وديمون سولز وغيرها من الالعاب. بس مشاركتهم في هذه الالعاب ما كانت مجرد تطوير وبس، لكن مشاركتهم كانت أساسية في تطوير هذه الألعاب، وهذا الشيء يشمل الإنتاج وغيرها من الأمور، وهذا يوضح لك أهمية استوديو سوني اليابان في تطوير الألعاب اليابانية عموما. سوني اليابان كان دائما استوديو مهم جدا في وجود الألعاب اليابانية على بلاي ستيشن، حتى إذا ما كان المطور الأساسي لها. وعلى أن كنا نتوقع أن سوني اليابان ما أعتقد بتسوء أموره أكثر مما هي سيئة في الوقت الحالي، لكنه للأسف تم الإعلان وبشكل رسمي عن إعادة هيكلة كاملة للاستوديو سيتم فيها التخلص من عدد ضخم جدا من الموظفين، مع الحفاظ على الفريق الفرعي المسؤول عن تطوير لعبة أستروز بلاي روم المعروف باسم أسوبي. يعني أنا عارف أن عدد كبير منكم ما يعرف ولا يقدر حتى استوديو سوني اليابان، لكن الاستوديو هذا غير أن ساهم في تطوير عدد كبير من الألعاب اللي تحبونها، قدم هذا الاستوديو أيضا ألعاب مثل لوكو روكو وباتابون وغرافيتي راش وإيب اسكيب وغيرها من الألعاب، وكل لعبة من هذا الاستوديو دائما تحس أنها تقدم توجه فني مختلف عن اللعبة الثانية. لكن في تقارير تقول أن صار في مقارنات ما بين أداء ألعاب سوني اليابان مقارنة بأداء ألعاب استوديوهات سوني الغربية، وهذه لوحدها تعتبر نكتة أصلا، لأن سوني اليابان بالكاد أصلا يحصل ميزانية كافية لتطوير الألعاب، ومع ذلك قدر أن يطلع ألعاب بمستوى جيد جدا مثل جرافيتي راش 2 اللي ميزانيتها ما تعادل حتى ربع ميزانية ألعاب مثل God of War. سوني لا أنها تبغى تسوق لألعاب سوني اليابان بشكل جيد ولا تبغى توفر ميزانية تطوير كافية للاستوديو، ومع ذلك تحمل استوديو مسؤولية أن ألعابه ما تبيع. في مليون سبب في أن سوني تحافظ على هذا الاستوديو، بس هذا واضح ان التوجه قرار من سوني امريكا اللي كل مالها تصير متمكنة اكثر من الفرع الياباني. الجانب الايجابي الوحيد في الموضوع ان فريق اسوبي سيحصل على موظفين اكبر للعمل فيه، فما ادري، خلنا ننظر الى الجانب المشرق في الموضوع ونقول ان ممكن سوني غالبا بتعطي عناوين استوديو سوني اليابان الى فريق اسوبي، واتمنى اشوف العاب بميزانية اكبر من هذا الاستوديو، لان استوديو اسوبي اثبت كفاءته مع لعبة استروز الاخيرة، وما تدري ممكن نشوف منهم لعبة جرافيتي راش 3 بميزانية أكبر من اللي كانت عليه، فالله أعلم، ننتظر ونشوف. بس وعلى كل حال هذا كل ما يخص الأخبار الرئيسية، فخلنا ننتقل للأخبار السريعة. حسب التفاصيل المبدئية للعبة دراجون إيج 4، اللعبة المفترض أنها تكون لعبة خدمات، يعني لعبة مبنية على تحديثات تنزل عليها بشكل دوري، بس مع توجه شركة EA مؤخرا في إعادة هيكلة بايوير، الشركة وافقت على إلغاء هذا التوجه بشكل كامل، وتطوير اللعبة على أنها تكون لعبة لاعب واحد بس. الحمد لله أن EA بدأت تستوعب الأخطاء اللي كانت تسويها، واتمنى يعني ان EA تتحسن امورها يعني في المستقبل. بس يعني على طاري EA، الشركة اعلنت تأجيل لعبة نيد فور سبيد الى سنة 2022، وجزء من استوديو كرايتيريان المسؤول عن تطوير نيد فور سبيد القادمة بدأ بالعمل على مساعدة استوديو دايس في تطوير لعبة باتل فيلد 6. وفي عندنا ايضا تأجيل لعبة كينا بريدج اوف سبيريتس الى شهر اغسطس هذه السنة. تقارير تقول ان في تحديث قادم لجهاز بلاي ستيشن 5 في صيف 2021 بيوفر واخيرا امكانية زيادة مساحة الجهاز عن طريق تركيب قرص NVMe SSD، الى جانب ان هالتحديث ربما يرفع ايضا من سرعة دوران المراوح علشان ما يواجه الجهاز مشاكل في التبريد. واحدة من الاخبار الغريبة ان سوني قامت بتسجيل براءة اختراع تسمح لها بتحويل اي شيء تقريبا الى يد تحكم، يعني موزة كمثال، وتراني ما استهبل هذه براءة الاختراع فعلا، لكن الهدف من هذا الابتكار هو فتح مساحة اكبر لحلول اكثر اقتصادية في المستقبل للاعبين. بس والله يعني يظل شيء غريب صراحة. بس عموما في اعلان من بلاي ستيشن مكتوب فيه ان لعبة هورايزن فوربيدن ويست بتنزل في نهاية سنة 2021، فما ادري اذا فعلا هم في مرحلة تطوير متقدمة تخليهم يقدرون ينزلون اللعبة في هذه السنة او ان مجرد تاريخ مبدئي،
ننتظر ونشوف. تأجيل لعبة Guilty Gear Strive إلى يونيو 2021 بسبب رغبة Arc System بالعمل على تحسينات تتعلق بالأونلاين لوبيز وثبات السيرفرات. تقارير إضافية تشير إلى وجود نسخة محسنة من السويتش قادمة في نهاية هذه السنة، وتحتوي على شاشة OLED تستهلك بطارية أقل مقابل ألوان وتفاصيل وسرعة استجابة أكبر. هذا غير أن الجهاز المفترض أنه يكون 4K. من المتوقع وجود حدث لمايكروسوفت لاستعراض مستقبل أجهزة إكس بوكس من ألعاب وغيرها، والمفترض أن هذا الحدث يكون في 23 هذا الشهر، ومتوقع أن مايكروسوفت تكشف عن خططها بعد اكتمال استحواذ الكامل على زينماكس. وأعتقد لو الحدث كله كان مبني على بثزدا حتى بدون باقي استوديوهات زينماكس بيكون كافي على أساس أن يكون في هايب. الإعلان عن شراكة ما بين سكوير إنكس وفور إيفر إنترتينمنت للعمل على مجموعة من الريميكات لألعاب مملوكة من سكوير إنكس، يعني عد وغلط حرفيا، لأن في قائمة ما تخلص من الألعاب اللي الناس تتمنى أن تشوف ريميكات منها مثل باراسايت إيف وكرونو تريجرز وحتى بعض ألعاب فاينل فانسي. فما أدري، ننتظر المزيد من التفاصيل اللي يعني غالبا مطولة شوي. استوديو 343 يشارك المزيد من الصور للعبة هيلو إنفينيت، وفي تحسن واضح جدا في الكواليتي فيها، مع أن أشوف أن في عدد كبير من الناس تخلط ما بين التوجه الفني والجرافيكس في اللعبة، وتلاقيهم ينتقدون الجرافيكس بشكل أكبر مع أن هذا هو توجه اللعبة فنيا. بس على كل حال بحط لكم رابط كافة الصور تحت بالديسكريبشن لو كنتم مهتمين. الإعلان عن لعبة أكشن وقصة للاعب واحد باسم سيفو من مطور لعبة أبسولفر، واللعبة بتركز على أنها تكون أشبه بأفلام جاكي تشان اللي تواجه فيها كم هائل جدا من الأعداء، عن أنها تكون لعبة 1v1 مثل ما كان الحال في لعبة أبسولفر. وإذا كنت مهتم في لعبة مونستر هانتر رايز حصرية نينتندو سويتش، كابكوم أكدت أنها بتنزل أيضا على البي سي. عندنا أيضا تسريب أحد العروض للعبة ألدر رينج اللي يبدو لي المفترض أن يكون العرض الرسمي للعبة. إذا مهتم تقدر تشيك عليه من البطاقات في الأعلى، مع أني ما أنصحك، انتظر فترة وبتشوف العرض HD. وهذه هي قائمة ألعاب خدمة بلاي ستيشن بلس لهذا الشهر، وهذه هي قائمة ألعاب جيم باس الجديدة. وفي إشاعات هذا الأسبوع عندنا إشاعة واحدة فقط تتكلم عن أن في جزء رابع من لعبة مارفل فيرسس كابكوم، وهذا الشيء استنادا إلى إضافة تويتش لتصنيف جديد في الموقع يحمل اسم اللعبة. ولا تنسى تشيك على لعبة بارانكور من أحمد السوري، اللعبة ما زالت في مرحلة التطوير الأولية ومتوفرة بشكل مجاني، وبتحصل رابط تحميلها تحت بالديسكريبشن. تقدرون تدخلون أيضا على رابط قناة أحمد السوري أو تتواصلون معه بشكل مباشر على تويتر وتشاركون آرائكم وملاحظاتكم عن اللعبة. محتاجين ندعم هذا المحتوى وننشره بشكل أكبر، لأن هالشيء مو بس بيعزز ثقافة التطوير في المجتمع العربي، لكن أيضا بيساعد المطورين العرب في أنهم يتعلمون من أخطائهم. فيا ريت تجربون اللعبة وتشاركون تجربتكم مع أحمد، ونحن غالبا بنتكلم أيضا عن اللعبة في فيديو مستقل. وهذا اللي كان عندنا في هذا الفيديو، فيعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.